اخو هذا صاحب محل بيتزا يبغى ياخذنا ويقطعنا ويسوي بيتزا بشر. عشان كذا لازم نحاول نشرد منه. فاحنا في محله دحينا، خلينا نشوف البيتزا البشر اللي سواه. ماني شايف اوصال بشر هنا. ايه ما اشوف ايش هذا على الارض. دم هذا كاتشب يحطه على البيتزا. كاتشب دم. ايه كاتشب. هذا طماطم صوص يحطه على البيتزا. اوه صح شوف. فعلا بيتزا بشر. شوف جمجمة هنا. Turn back now. خلينا نشرد من هنا بسرعة قبل ما يمسكنا في مصعد. يلا ايش بكون واقفين كذا في الهواء. شوف الناس اللي بتطلع بتتقطع. بيستخدمهم عشان بيتزا. يعني اللحم اللي على البيتزا كان لحم بشر. ايوه. شوف الراس شوف ال انا ما بطيح اتقطع واصير بيتزا. ايش هذا؟ هذا فخ. لا تمسكوا التراب. طبعا ما حمسكوا. ليش حمسكوا؟ ايوه اتقطع انا. I can see you. يقول يقدر يشوفنا. ها فينو؟ ها النور. ايش بك شايف؟ شايفه؟ اوه نو بيتزا الحق وراه. والله سريع والله سريع. ما نعرف وين نروح. لازم نتبع البيتزا. نتبع البيتزا على الارض. لا سريع هو بس مره شكله يلعب رياضه كثير. كيف هو سريع وياكل بيتزا كثير. وصلت البوابة. الحمد لله. بابا شوف يلا ايمان. انس ايمان. مين هذاك الشخص اللي بالنهايه؟ مسكين. ليش في لانكي بوكس وما في مشي؟ هذا يوتيوبر معروف عشان سوى فيديو عن هذا اللعبه. ايوه انت كنت تتابعهم؟ ايوه المفروض يحط عائلة مشي هنا. ايوه عائلة مشي اكبر من لانكي بوكس. ايوه انا في الحمام. شوف يا جماعه انا مشغول ما حد كلمني. بابا شوف في المرايا. اوه يخوف. تعرف ليش طالع هنا؟ ليش؟ عشان محترم كذا ما طالع في الحمامات. عشان الناس مشغولين فيها. شوف يا جماعة شوف الناس اللي مسكهم. نو مساكين. هو عنكبوت. صار عنكبوت. ماي جود. صار عنكبوت وكلني. لا تمسكوا الشبكة يا جماعة. سويته أول مرة. بدون ما مسكت الشبكة؟ أيوه. يعني ما شفت العنكبوت ها؟ طيب هنا إيش نسوي؟ نط جوا. نط جوا. أوكي تمام. ويي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 ي
انا سمعت لازم ما نمشي على المكعب. هذيك انت كنت انا. انا اروح اول. انا اروح اول. يلا روح روح. انتم مرة مزعج. خليتهم كلهم يموتوا. بس نك. طيب خلاص 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 ما حمسكوا. اوكي. مين مسكوا؟ انت. مو أنا. بابا خلاص روح انت اول بعدين انا اروح. انا نفسي اقتلنا بس اتمنى لا تضيع وقتنا. اجي هنا اجي هنا. اها سويناها. ايش هذا المكان؟ واو بايبس. ها هذا انس؟ ايوه هذا انس طبعا. شو كيف الانابيب مصدية؟ ايه سويته انا كمان. لا انت ما سويته. ايوه كذابة. بس انا سويته اول. بس انا سويته اللي قبل اول. انا سويته اخير. مجانين انتو مجانين. اوه ايش في هنا دحين؟ اب 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 هناك مكتوب. اهم شيء ما نشوف هذاك الطباخ المجنون. بابا بابا يا جماعة يا جماعة ما احتاج تشجيعكم حسويه غصبا عنكم. لا لا سوري سوري شكرا على تشجيعي. اه فعلا هو هنا هو جوا هو جوا اكيد هو هنا. لما تشوف بيتزا كذا في الارض يعني الوحش كان هنا. فين البند ايوه فين البند. هاي اكيد كانت في حفله هنا. بابا احنا الامبوستر عشان هنروح. اه تقريبا كل ما تشوف بند سويته. يا بونجليشن. ايوه بونجليشن نانا. طيب يا جماعه كل ما يقتلكم هذا الطباخ لازم تكلموا ايطالي. انا سويت ايطالي ما اعرف ايطالي. ايطالي ما نعرف. يمين يمينك بابا مش يمين. ايوه يمين ايوه هنا بابا. استناني. يا هو ما تكلمت ايطالي كنت ابغاه ياخذني عشان تكلم ايطالي. كيف نتكلم ايطالي؟ طيب ها بفمك. ايش كيف نتكلم ايطالي؟ انت فمك وتكلم ايطالي كيف نتكلم ايطالي؟ استنوا فينك؟ انا لسه في الغرفة البارتي الحفلة. ايش النور هذا؟ النور غريب. اخيرا يا ايمان. Turn back now. ارجع ورا دحين مكتوب ايمان ايمان ايمان. يا مساكين في الثلاجة. اسمع الصوت. فين اللحم؟ بس شايف عظم كل شوي يلوف. اي هيكل عظمي كل شوي يلوف. اوكي بدينا افتح هذا. ايوه ياي فتحنا. اوكي هنشرد من الطباخ. فين حودينا هذا المصعد؟ فوق. ليش واقف انت في الهواء كذا؟ ما اعرف. بس مات قدامي. ايمان حتموت قدامي. ما لا ما مات. هاي انا
انا استحي ولا تنام ماتو او في المطبخ دحين هنا ما بدي اروح المطبخ اكيد راح الطباخ هناك ايوه ما تخ... بس حسبت انه في شيء هنا اقدر امشي عليه بس انا ابغى اروح روح المطبخ عشان اكل بيتزا من جدك تبي تاكل بيتزا بشر لا مو بشر بس تجرب بيتزا بشر مو بشر بيتزا ايوه هذا محل بيتزا حق هذاك بيتزا لحم بشر شوفي اصاله البشر كيف شايفينه في الاخيره في هذا شوفوا ما ابغى امسك الاوصال هذه مساكين الناس بس ما ابغى امسكهم مت هنا بابا انا مت هنا اوه انا وصلت قبلهم كلهم شوف انا اخر واحد يلا مره سهل شوف 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 كيف اسوي اول مره قاعدين نستناه من اول يا الله انا من اول قاعد استناهم هنا انا اتخيل لو طاح اخر لحظه شو كيف انه تقر ينط برجل واحده فين الرجل الثاني ما نعرف تخيل ايش الغرفه هذه ها لول يمان تقر حتى في الطبيعة تقول لول وجدتها تقول ايش لول ايش لول لول ها انا فوز اوه خلاص تعبنا نبي نطلع من هنا ها فين هنا هنا شوف يقول هنا هو شوف مات هناك ايوه هناك اقدر ننطق له هناك بعيد احسه مو بعيد ايوه شوف بعيد صعبة هذه بعيدة يا محمد تذكر انه في العاب روبلوكس اوبيز لازم تصبر وتاخذ وقتك ولا حتموت كل شوية تخيلوا ده راح اتعاقب كل ما اصيح شكلي حيجي لي عقابات كثيرة لاني انا اصيح كل ما اطيح اكسيت اوه خيرا المخرج من جد هذا الاكسيت ولا خدعة ما اعرف رن هوم خرجنا من المحل بيتزا يس من جد خرجنا رن هوم يلا اشد اجروا داخل الغابة ها ظلم المكان حنشوف ال البيتزا ما ماني شايف البيتزيريا ايش كيف تقول تسموه بيتزا ما ماتت اوه شايفه على الارض ايش هو كذا متعلق على الارض متعلق حتى عندك انس متعلق ايوه طيب يعني لازم انتبه ما امشي عليها almost home لازم ننط فوق هنا اها اوه فزنا فزتوا على المكان عشان فزنا بنقدر نلعب العاب هاي ايوه بابا شوف ايوه بس استنى بابا شوف شو انا حط شيء هناك حتى ايمان ما تقدر تسلق وتشرد اناس في شيء غريب في ايباد ايمان الرجال بيلحق وراه فعلا في اللابتوب الرجال كان متعلق على الارض ما قدر يلحق ورانا فغير عادل he was hiding behind a tree كان يتخبى ورا الشجره فين ايمان ايمان انا بشوفك انا جايه تشوف ايمان قاعد ينط ايوه جماعه رجال بيتزا كل شويه بيمسك ايمان انس خلاك تموتي انس شوف احط الاصفر هنا عشان ما تعدي انس خلاص خلاص خليها تعدي تطلع okay. ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو اذا عجبكم اعطوه لايك واذا ما عجبكم اعطوه ديسلايك اذا ما انتم متاكدين اتركوا تعليق تحت الفيديو مع السلامه مع السلامه